لمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا عبر الهاتف السيد باسل حفار مدير مركز زدراك. مرحبا بك أستاذ باسل. ماذا بعد الضربات الجوية الصهيونية على مواقع قوات الحرس الثوري في سوريا؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة كانت هذه الضربات أو هذا التصعيد كان متوقعا منذ خطاب رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو قبل العديد من الأيام، والذي تحدث فيه عن أن إيران تخصب الإيراني وما إلى ذلك. ثم هو كان يتكلم سابقا في مناسبات مختلفة وفي هذه المناسبة عن ضرورة استهداف إيران، ولكن في الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة لأدرع إيران مثل حزب الله وغيره. بالتالي يبدو أن أكثر من طرف ومن ضمنهم الطرف الإسرائيلي نفسه يعتبر الأرض السورية والسوريين منطقة أو أرضا مناسبة لتصفية حساباته مع إيران، والأمر نفسه بالنسبة لحزب الله وإيران. ويمكن نذكر هنا بالتصريح الشهير لحزب الله في عام 2014 عندما قال: من يريد أن يصفح حساباته معنا فليتفضل إلى سوريا، لا أحد يقترب منه. البعض يرى أن هذه الضربة على لمواقع إيرانية في سوريا يعني هو في سبيل الحد من النفوذ الإيراني وعدم التوسع أكثر، يعني إلى أي مدى ذلك صحيح؟ ولا شك أن يعني الكيان الصهيوني هناك امتعاض كبير جدا في داخل لدى الكيان الصهيوني من الوجود الإيراني القريب من سوريا، ويعتبر أن ذلك له علاقة بتوازن القوة في المنطقة المحيطة بمنطقة وجوده. وكانت خلال السنتين الماضيتين بالذات شهدت حراكا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا للكيان الصهيوني باتجاه روسيا وأمريكا بهذا الخصوص، وكان آخر الاتفاقات السياسية بهذا الخصوص اتفاق بلومبرغ بين الولايات المتحدة وروسيا الذي حدد مناطق النفوذ الإيراني في بمسافات معينة عن منطقة الجولان، بعضها 35 كيلومتر، بينما كانت إيران تحتفظ ببعض القواعد في مسافة محيط 15 كيلومتر. وبالتالي نعم، هناك لا شك يعني إشكالية بهذا الجانب، خصوصا بين الإسرائيليين والإيرانيين. الإيرانيين يريدون استخدام وجودهم في سوريا وقربهم من مناطق يمكن أن تكون منها صواريخ إلى داخل إسرائيل كأداة ردع وأداة نفوذ وبسط سيطرة ومطالبة بمزيد من التمدد، والإسرائيليين بدورهم يريدون تراجع هذا النفوذ وعودة الأمور إلى ما كانت عليه عندما كان النظام يقوم هو بنفسه بحماية حدود إسرائيل، وهو بنفسه يقوم بتهدئة الأوضاع عليها وحجب أي تدخل من هذا الطرف باتجاهه. طيب، كيف سيكون رد الفعل الإيراني؟ الحقيقة الإيرانيين خلال الفترة الماضية كانوا يهددون بشكل واضح ويتحدثون عن رد معين أو رد فعلي بخصوص أي يعني أي ضربة يتعرضون لها، لكن يبدو إلى الآن أنه الأمر يعني إلى الآن مقتصر على الكلام، مع بعض الردود تعتبر يعني الضئيلة التي حصلت البارحة مباشرة في نفس مرحلة الضربة عندما يعني قامت بعض الأطراف منسوبة إلى حزب الله أو إيران بإطلاق رشقات من الصواريخ على مناطق معينة في الجولان. لكن لا يبدو إلى الآن أن إيران ستبدأ معركة حقيقية تجاه الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني خلال يعني الفترة هذه المقبلة سريعا، لكن هذا لا يمنع أن الإيرانيين أصبحوا في موقف محرج جدا، وهم يعني لا شك يدرسون خيار الرد بعناية. روسيا الضامن الأول لاستمرار نظام بشار الأسد، اكتفت روسيا عبر وزير خارجيتها بدعوة الكيان الصهيوني إلى وقف التصعيد في سوريا، كيف تفسر ذلك؟ يعني نحن لا ننسى او يجب ان ننتبه الى ان الكيان الصهيوني يعني في نفس اليوم الثاني او في نفس اليوم الذي حصلت فيه الضربات او قبلها بساعات كان هناك زياره على مستوى عالي جدا في روسيا، كانت هناك زياره من قبل الاسرائيليين الى روسيا، وهذا الامر ايضا حصل في مناسبات سابقه عندما حصلت تدخلات وضربات سابقه اسرائيليه. وبالتالي يغلب يعني الظن على ان الروس كانوا على علم مسبق بطريقه او باخرى بان الاسرائيليين يرون ان تكون مواقع ايرانيه في سوريا. وغالب الظن ايضا ان الروس مرتاحون لهذا الطرح لانهم يشهدون نوع من المنافسه على الارض السوريه ميدانيا في مناطق نفوذ النظام بين التواجد الايراني والتواجد الروسي. الايرانيين يحاولون التمدد في نفس المنطقه التي يتواجد فيها الروس ويحاولون السيطره على نفس النظام الذي يسيطر عليه الروس او يدعمه الروس. وبالتالي وقد ظهرت في الآونة الأخيرة شكاوى واضحة أو اعتراضات واضحة وتقاطعات واضحة بين الإيرانيين والروس بخصوص من يملك السيطرة فعلا على هذا النظام، وكانت هناك مناطق كاملة داخل سوريا عندما تواجد فيها الإيرانيين مثل بعض قراحمص وبعض المناطق القريبة من الجولان وبعض المناطق الأخرى
في حلب عندما تواجد فيها الإيرانيون اضطر الروس للانسحاب منها، لأن نعم. إذا كانت إذا لماذا من وجهة نظرك يعني لماذا سمح الكيان الصهيوني بالأساس لإيران ببناء قواعد عسكرية قرب الجولان؟ لا هو لم يسمح، وحاول في الفترة الماضية كلما ظهرت قاعدة، يعني هذه ليست الضربة الأولى وبطبيعة الحال غالبا لن تكون الضربة الأخيرة. الإسرائيليون ضربوا مواقع مختلفة وطلبوا رسميا من الإيرانيين الانسحاب عدة مرات، وهم يعني ما زالوا يطرحون بشكل واضح أن على الإيرانيين أن ينسحبوا مسافة كافية عن حدود الجولان والمناطق الأخرى التي يحتلوها، والآن باتوا يطرحون فكرة الانسحاب الكامل من سوريا. لا ننسى أن أول تصريح للإسرائيليين بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي كان نتنياهو عندما قال يجب أن تقتلع إيران من سوريا بالكامل، وبالتالي الإسرائيليون الآن استقروا من مجرد طرح أن على الإيرانيين أن يكونوا على مسافة 35 كيلومتر على الأقل إلى فكرة أن على الإيرانيين الانسحاب بالكامل من سوريا، وإلا كما قال إسرائيل أنهم سوف يعملون على إسقاط بشار الأسد حليفهم الأساسي، فهم يضعون الإيرانيين أمام معادلة إما الانسحاب من سوريا وإما سقوط بشار. شكرا لك سيد باسل حفار مدير مركز إدراك، كنت معنا عبر الهاتف.